سجل الفوز لحد هذه اللحظه 76، وفرصه رائعه بركنيه، هي ركنيه وضربه راسيه. اوه يسجل امامنا مارك بارترا، امامنا مارك بارترا في هذه اللقطه، هو بيكيه الجديد، مارك بارترا هو اللاعب بيكيه الجديد، يسجل بضربه راسيه. برشلونه يلعب من اجل المتعه، يلعب بكل يعني ما لديه من لاعبين شبان، ولكن هنا بروح البروجرانا، بروح الفريق اللي يملك الحقيقه الامكانيات ويملك الزاد البشري ويملك اكاديميه رائعه. وادي امامنا ارناو، يعني اكيد سعيد انه ما نزلش. ادي امامنا اللاعب الشاب مارك بارترا امامنا، ينجح في احراز هدف الثالث. يا على الضربه الراسيه داني الفيش، وادي مارك بارترا. شوف امامنا هنا، شوف الرؤيه، شوف المدرب، هو اخطا النهارده مارك بارترا في هدف اللقاء الوحيد لملقا، لكن هنا امامنا يسجل فيها.